على مدى سنوات طوال ظلت هذه المنشأة مساهما رئيسيا في الاقتصاد الوطني. محلق القطن في منطقة الكود الذي تأسس في أوائل الخمسينات من القرن الماضي بقرار من الحكومة البريطانية آنذاك، استقبل المحلق الكثير من الأيادي العاملة، حيث بلغ عدد العاملين فيه بوظائف حكومية 170 عامل وأكثر من 4000 عامل وعاملة بأجور يومية. بعد حرب القاعدة انتهى كامل المحلق القديم، هذا سنة وأربع شهور لنا بدون رواتب بدون أي حاجة، وإحنا نشتري أول أسعاف أولي رواتب عمالي وشراب قطن من المزارعين. وكغيره من المنشآت الحكومية الهامة طالته يد الإهمال والعبث، وتوقف المحلق عن العمل في العام 2011. وكما توقفت الآلات توقفت أيضا مرتبات العاملين في محلق القطن دون أن يكون لهم يد في إيقاف العمل. نعاني منذ سنة ونص ونحن بلا رواتب، والفلاحين هناك يوجد لدي الفلاحين قطن يعرضوا علينا ولكن ليس لدينا سيولة. كان في السابق هناك دعم والآن العمال يعانون، أغلب العمال باعوا كل ما يملكونه. بساطة الفلاح الأبياني وحبه للعمل نراه في أحاديث هؤلاء العاملين، وفي عيونهم ارتسمت ذكرياتهم الجميلة التي عاشوها برفقة زملائهم الكثر في هذا المكان. في محافظة زراعية من الدرجة الأولى أهملت الزراعة وأهملت المنشآت الزراعية أيضا، وبقيت الأقفال شاهدة عن تجاهل الحكومة للزراعة في أبيان. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبيان.